صباح الخير أصدقائي، شلونكم؟ شلون أحوالكم؟ إن شاء الله بخير. جتكم وياكم حلقة جديدة. طبعا هذه الحلقة هي عنوانها يعني هذا محل مال غسالات هنا بألمانيا. اللي ما عنده فلوس اللي ما عنده فلوس يغسل ملابسه بالبيت، أو اللي ما عنده فلوس يشتري غسالة، فيقدر يعني يجي هنا لهذا المجمع أو الغسالة مثلا البيت تصرف كهرباء. هو هنا كهرباء عندنا بألمانيا شوية غالية، فاللي يريد طبعا يقدر هنا يجي لهذا المحل وهنا يغسل الملابس مالته وما تكلفه فلوس هواية. هسه راح اطب للمحل ورايكم اياه وشوفوه. هو هذا مجمع مال غسالات كامل، يعني مثل ما تشوفوا ورايا، وبي يعني مجموعة غسالات كلش هواية راح اصور لكم اياها وشوفوها، واتمنى يعجبكم الفيديو. خليكم ويانا اصدقائي. هاي اصدقائي المحل اول ما تطبوا له بغسالات هنا. هاي الغسالات الكبيرة هي عبارة عن يعني ام 10 كيلوات، يعني تاخذ غراض كلش هواية ملابس تنغسل. وهنا مثل ما تشوفون هذه الارقام، هذه هي عبارة عن يعني هنا مكتوب مثل ما تشوفون ب3.5 يورو، واكو ب7 يورو، واكو ب50 سنت، اللي هو مثل اكو ابو 60 كيلوات تقدر تغسل، واكو 12 كيلو تقدر تغسل يعني تاخذ ملابس كل شوي، واكو مال التجفيف 15 دقيقة بيورو واحد، واكو مثلا تقدر تشتري شامبو، تقدر تشتري تايت. هاي هنا تحط الفلوس هنا فوق، وبعدين دوس الارقام، ارقام الغسالات كل واحدة بيها رقم. فهاي هنا اكو مكان مال القاعدة مثل ما تشوفوا، وهنا تقدر تغسل هاي الغسالات كلها الصغيرة اللي هي ام 6 كيلوات. وبعدين عندك النوع الثاني اللي هي ام 12 كيلو، طبعا هذا كله هو اول 6، وهناك عندك ابو 12، وهنا عندكم هذا الجهاز ما اعرف شنو هو. طبعا هذا الجهاز هو اعتقد مال التجفيف، يعني اللي عنده مثلا شو اسمه يعني اللي عنده سجادة أو جودلية وكذا يقدر يغسل بيها هنا، يقدر يجففها من نفس الشيء. وعندك هاي همات الغسالات القديمة، وهاي مثل ما تشوفون طبعا هاي هنا عندك الغسالات القديمة رايتكم اياها هناك، وهنا مكان مال قاعدة هنا همات. والمكان كلش حلو، يقدر واحد يغسل بيه ملابسه، يقدر واحد كل شيء يسوي بيه. طبعا هناك هذا الجهاز مال التايت مثل ما تشوفوا، هنا تاخذ الفلوس، وحتى كاميرات موجوده، وال يعني يقدر الواحد هنا يغسل ملابسه. اكو ناس ما عندها فلوس مثلا او كذا، فتقدر هنا تجي وتغسل ملابسها، لان هنا بالمانيا عندنا الكهرباء شويه غاليه، خاصه لو تغسل ملابسك او كذا، فيحتاج لك شويه فلوس زياده، عرفت شلون؟ فنجي هنا نذب الملابس ونروح، ونرجع ورا مده نلقاهن خالصات ناخذهن ونروح، وامان كلش يعني. هنا مثل ما تشوفون فوق الكاميرات، فالشي كلش امين وكلش حلو، يعني واحد ما يخاف من اي شيء. هنا نشوفوا كل وحده بيها رقم، طبعا ذني مجففات الكبار دي يجفف. نشوف هذا الرجال دي يغسل ملاته البردات، وهنا الارقام، حتى عندك هنا الجهاز ذاك يعني تراكم يعني. طبعا هذا الجهاز هو اللي مال التايت، شوفوا هاي هناك تضبط الرقم والفلوس وتسحب من هذا التايت. هذا شيء كلش حلو، هذا اول 50 سنت اعتقد سعره رخيص، شيء جدا حلو وممتاز. وهاي الاسعار مره ثانيه، شوفوا حتى انا كاتب لك تعليمات شلون تشتري شلون تسوي شلون كذا، شوف هالشي كلش حلو يعني ما شاء الله. اصدقائي وحبايبي اتمنى عجبتكم الحلقه مال الغسالات. طبعا مثل ما رايتكم اياهن بهن غسالات ام 6 كيلوات، بهن ام 12 كيلو، بهن مجففات، وطبعا الماكينه اول ما تطب شلون تشتري تحط الفلوس ويا رقم تدوسه وكذا، والتايت وكل هالشغلات. يعني هذا الشيء كلش اقتصادي وكلش حلو للناس اللي ما عندها مكان بالبيت للغسالة، او اللي ما تقدر تدفع فلوس للغسالة شهريا او كذا، فهذا الشيء كلش حلو ومفيد. واتمنى عجبتكم الحلقة اليوم، طبعا الحلقة كلش صغيرة مو كلش هواي، يعني تقريبا 5 دقائق او اقل، بس حلقة مفيدة اعتقد يعني.
وتحياتي لكم، لا تنسون اللايك والاشتراك، وانتظرونا بالحلقة الجاية إن شاء الله.